ملعب الأنبار الأولمبي سعته 30,000 متفرج. نعم. تعرض هذا الملعب إلى دمار كبير أثناء الأحداث الأمنية اللي مرت فيها المحافظة. تم استئناف العمل قبل فترة مثل ما تشوفون حضراتكم، اللي يضم الملعب ملاعب تدريب عدد 2 وكذلك فندق. في حال إنجاز المشروع ستصبح لدينا مدينة رياضية متكاملة. هذا المشروع يعني ما نقول فقط ملعب، مدينة رياضية، مدينة رياضية متكاملة، ملعب رئيسي وملاعب تدريب وكذلك فندق ومسبح أولمبي.